تاريخ البلد مع غسان صليبة. البلد يعني مع هيدا الفولار جايب معك البحر كله، مش سيف البحر. ايه لبق لك كثير على كل حال الستايل. غسان صليبة، انت مطرب ونجم لبناني معروف من اكثر من 30 سنه، برصيدك عشرات الاغاني والادوار البطوليه بالمسرح الغنائي، بالاضافه لتجربتك التلفزيونيه الاخيره الناجحه جدا، وانت ضيفنا الليله بعد اصدارك لاغنيه بعيد الشر الرومانسيه. هيدي بعيد الشر انت لميشيل، انا كنت عارف انه بده يروح اصبعه يعني. بعيد الشر عن قلبك حبيب قلبي، عن قلب صبحي، عن قلب صبحي. طيب شو خلصنا منه؟ شو هو؟ اصبعي بسيطة. لا مش لسانك قصده. لا انا فكرت راح لغير مطرح. غسان صليبة، ايقاع بعيد الشر جديد وما بيشبه النمط الموسيقي اللي معودين عليك فيه. هالأغنية اخترتها لتواكب الأسلوب الفني أو الحديث، أو لأنك لقيت حالك بهالأسلوب؟ أنا بالنسبة لي للأغنية الجميلة ما لها زمان ومكان وما لها لون، فيها تكامل بين الكلام واللحن والتوزيع والأداء. هي أغنية بالمطلق حلوة بتكون، وعلى الأساس اخترت الأغنية. نعم. طيب هي أكيد حلوة ومتكاملة ومضمونة حلوة، سمعينا منها شوي. مشان هيك بدنا نسمع منها شوي. همك مرافقني حتى الليل بمنامي، وايامي اللي ما فيها انت الله. شو بتسوى ايامي 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 الله. بعيد الشر كتابة منير أبو عساف، ألحان بلال الزين، وإنتاج طايع انتربرايزز. غسان صليبة، وجودك على المسرح الغنائي كان وبعده مهم وأساسي بمسيرتك الفنية، وبتقول إنه الأغاني اللي قدمتهم من خلال هالمسرح وهيدي الحقيقة ما بيقلوا أهمية عن الأغاني اللي أطلقتهم لحالك. حتى نتمتع بهيك باقة من أبرز أغنياتك، خلينا نستمع نحن وأستاذ قاضي صفير لهالميوزك ستوري. كتبولي حبك، كتبولي كتبوا لي الجنة، كتبوا النار، وجهك صيفي، عيونك مشوار، وقلبي نهزني من هالمشوار. على قدر أرض العزم تبقي العزائم، وتأتي على قدر كرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصبر في عين العظيم العقارب. بسلام
مش وقتك يا هوا يا لفتات الهوا اللي ما إلها دوا. أنا ولا حرام أنا ولا حرام لما أحوال الثورة مكانت قد المسامات والأعلى من دماغي أول قلبك والجوم يبتوصل على الموت يبتوصل على يا أرض الفقرا يا وطني يا هم الشعرا يا وطني يا أرض الفقرا يا هم الشعرا هالحزن اللي صار ما عمره صار يحكي لنا غرباء وتجار بقول لك انت ضد انت والمراه مثل العاشق والمعشوق يعني هيدا اللي عمل يقصده هلا اجت هالغنيه حطوا نعلمه كيف بيعمل مع المراه شغلته مش شغلته لا يعني لا. لانه بقصده مثل كلاب البطاريه يعني عن جد هالزلمه منتهى الرومانسيه مش معقول يعني بتحط هلا شيء اسمه على البطاريه وبتطرقهم ببعض وبشارقته هي مرتك عليه. أنا عمول ميشيل الليلي مش عاجبه لأنه عاقل بلا عوضه. ما بقى فيك بس هو ميشيل كان قبل كان قبل يسيرة كنت تقول له شرف على سيف البحر. هلا أشغالك لا أنا والتزاماتك الفنية ما بقى خلتك ملحق على سيف البحر فسكرت المطعم مشان هيك هلا اليوم ما حتلاقي مسيرة كثير. مشكلته لميشيل إنه بيصنعوا هيك المطعم. أنا تركت أنا بس ما بقى في يعزمك عليه خلص. قال لك شرف العمل طب عزمه غير مطرح بيعزمني ولو غصان احنا 30 سنة عمر يعني ولو يا ما اكل عنده لبنة وزيتون اطيب شيء اكل صحة هيدا غسان صليبة صرحت مؤخرا انه لمسرح الرحابني فضل كبير عليك واعتبرت انك قدمت معهم افضل ما عندك لهالسبب رفضت تاخد دور البطولة بمسرحية الطايفة 19 اللي انعرض عليك لا أكيد اللي قلتيه عن الرأي بالمسرح الرحباني إنه له فضل مليون بالمية نعم يعني هالأعمال الكبيرة اللي كنت أنا ملعب دور البطولة فيها شغلة كتير مهمة بتاريخي لكن موضوع الطائفة 19 لا هو صار في تضارب بالوقت على أساس بده في تاريخ تحدد نعم بعدين تغير لأنه اللي عم يكتب وعم يلحن وعم يوزع بيعرف متى بيبلش بس نعم. متى بتخلص الشغلة صعبة نعم. بقى الشباب الاخوه اخوين صباغ حددوا معي تاريخ بعدين تغير تاريخ ما لحقوا
وانا كنت مرتبط قبل بقى اعتذرت وهن تفهموا ورجع قد يعني قد ادى الدور الممثل يوسف الخال كمان بنوجه له تحيه صيف 840 انحكت عن 840 عمية طنط الياس ما هيك وانعرضت اول مره ايمتى بال 87 بال 87 ونحن اليوم بال 2014 وبعدنا يا ارض الفقراء يا وطني يا وطني يا هم الشعراء يا وطني فينا نسمعها بصوتها ايه هي بتبلش في لمعة ابو الثورة يا أرض الفقراء يا وطني يا هم الشعراء يا وطني يا أرض الفقراء يا هم الشعراء الحزن اللي صار مع عمره صار يحكمنا غرباء وتجار بندهلك يا وطني وحبيبي يا بحر المشارق الرحيبي وبندهلك يا وطني وحبيبي الله. يا بحر المشارق الرحيبي لا بدي تكون الطغيان ولا برضى تصير الذل نوقف بليل العالم نشحد الاستقلال نشحد الاستقلال عبواب الأمم الغريبي لمع الحب والصورة قدم الحب بالمسافات والأعلام الزموي قوي قلبك والجون يبتوصل على الموت يبتوصل على الحرية الله غسان صليبة مؤخرا شاركت بأول بطولة تلفزيونية لإلك ضمن مسلسل وأشرقت الشمس اللي تميزت فيه بشكل كبير كمان قديش هالتجربة شجعتك أنك تستمر بالأعمال التلفزيونية إيه أكيد لأنه تلفزيون يعني بيوصل الفنان لأوسع انتشار أكثر صح. لأنه فوت على كل بيت التلفزيون صح. أكيد بعدين يعني توفقنا مش دائما بتصير بيعرف يا مسلسل رائع جدا رائع. يعني اداء رائع كاستنج رائع كله مين يعني كل منى طايع منى طايع والاخراج لشال شليلة يعني منى انتاجها خفيف يعني انتاجها يعني قليل. يمكن قليل بس تطلع بروائع يعني كان في تكامل بهذا العمل من حيث القصه والحقبه اللي انكتبت فيها ومثل ما قال ميشيل كل اللي لعبوا الادوار كلهم ناجحين كل واحد بدوره كان ناجح ومهم يعني معلم المسلسل متماسك من جميع النواحي كتابي حتى في اشخاص ادت ادوار مش مأديتها بكل حياتها بهالمسلسل يعني برعت بهالمسلسل ضوت اكثر شيء ضوت اكثر بهذا المسلسل يعني انا خليني اوجه تحيه لختام اللحام بهيدا المسلسل برعت بشكل مش طبيعي يعني تمام نعيد الكل وننسى حدا امي صياح فجأة العالم كمان امي كل كلهم امي كانت كمان يعني طلعه كبيره لإلها اول ظهور لإلها بنودي لها تحيه كبيره كمان كانت زميلتنا وبعدها زميلتنا لهلا غسان صليبة اليوم بتتصرف بحياتك على اساس انك ستار بكل شيء ولا انت هيك يعني طبيعي بتصرف مثل كل الناس اوكي رح نفصل الاشياء معك لنشوف لا غسان كل عمره عن جد يعني مره كنا بمطرح واجت مدام يعني مرتبه وكذا عم تقول له استاذ غسان قال لها بليز انه بلا استاذ غسان انه خلينا خوش بوش كانت حلوه تعطي لي بس استاذ كانت حلوه فكرنا بده يعمل كومبليمون لي طلع هلا بلش يستر بيجي بعدين هلا مبسوط بالماريونات مبسوط بالماريونات ملتهي هو هي عم بيحكي ليك ليش ما بتحط له عينين وحط له عينين وتم حتى هيك تحس حالك يعني تشعر حالك اكثر إيه عم بتسير معه كل الوقت قرب لنحط له بس ما بدي شد اي ما تشدي لحظه هذا بده ميك اب لانه صبحي الصغير مدوحس بده قلم ميك اب هدول عيونه لصبحي
هذا مخاره موميا طلعت مش موميا موميا وهدول حوايجه هو كان يعمل هدول حوايجه يلا هيدي اول مره بتلاقوا فيها يعني شو المواصفات عادة أو شو الكريتير مش المواصفات اللي على أساسه بينقلوا الإنسان على مستشفى المجانين؟ لا لا مش مزبوط يعني إذا حدا مثلا اللي صاير مع ميشيل بس عم بيحكي مع أصبع أو كل اللي ست ملا فيهم بفوتون على الوزارة أو على البرلمان أنا ما قلت شيء غسل خليبة وانترفيو ستار فرجيتهم كيف طلع؟ ايه شفوه لا لا استاذ ما فرجيتنا سألتوا عم بيضحك ده صبحي مش بصاحبه احلى لانه ميدوحس غسل صليبة بتقول معلش خليهم ينطروا مع انا ستار؟ لا بحترم كثير مواعيدي انا بتقول انا ستار لازمني بودي جاردز؟ لحد هلا لا ولو قبل مجد العقور حمايته منه فيه طبعا بتقول كيف بدي سافر ايكونومي مع انا ستار؟ فيها وما فيها بدك ترتاح حلوه البزنس والفيرست حلوه بدك ترتاح تريح خاصة يعني بالمسافات البعيدة صح استراليا 24 ساعة إذا ايكونومي أو أمريكا أو كندا بده ثلاث أيام بس ليجلس بتقول أوقات يا ريت أنا مش ستار لا بالطريقة اللي أنا عم بتصرف فيها أو اللي أنا يعني هدفي من خلال هيدي المهنة أو صوتي ما بقول هيك لا بالعكس في أشياء يمكن لو ما كنت أنا فنان ما كنت قدرت أوصلها للناس أكيد بتقول هيدا برنامج صغير ما بطلع فيه انا ستار لا البرنامج ما خص اذا انا يعني مرات ما بلاقي حالي ما بحس حالي بحكي اللي بدي اياه نعم او بطلب الصوره اللي انا بدي اياها مش انه البرنامج صغير ولا كبير نعم يعني احلى من حديث البلد ما رح لاقي مش هيك ولا حديث البلد بيحلى بوجودكم انتم اللي بتعملوه يعني وانتم اللي بتخلوه ستار لحديث البلد ميرسي أقولك كيتي شو معقول شو مخبيت لنا مخبي الليلة المهم شو عم تخبي كيتي كيتي يا كيتي هيدي كيتي وحكيتها حلو الدق عريت شو مكتوب على كارتك غسان صليبة؟ العام 1988 المكان منزل آل جهجة يعني عائلة زوجتي نعم المطلوب يد العروس حلو هلا شو مطلوب؟ بدك تحكي هو عمك هو عمك هو بيا بيا ايه عمي عمك قال لي عم لا ما كان قد ايه كبير كان اصغر منك هلا هو عمه يمكن يبطل عن العروس مزبوط مزبوط صدق لا بتعرفي ان احنا ما كان تقليدي الموضوع بس اجت لطليبه بعد 4 سنين قبل واصحاب مع بيا كثير بيا يعني الله يرحمه كان شيخ شباب كان جنتلمان كثير وسقف ولذيذ كنا اصدقاء كثير يعني مش لا لا ما مش ما ابدا انا انا حسيتك اطلعت فيه يعني بس قلت لي بس بيا كان شيخ شباب لا لا ما بقصد هيك غير عم معك طيب هلا اجت اللحظه بدكم تحددوا شو رايك انه يصير سهرك والله حلوة منك تلعب طاولة بس ما تأخرت شوي عم مش ما تأخرت شوي 4 سنين ما تأخرت شوي تأخرت شوي بس ما وصلنا ايه كتر خير الله يوفقكم يا عمي مهم هي تكون راضي وانا راضي انا ما عندي مانع اهلك بدهم انه يطلوا صوبنا شوي نعملها رسمية امتى حددت شي موعد بعد بكره
بيجوا اهلك لعنا بيطلبوا ايد العروس. اهلا وسهلا فيكم يا عم، شو جيب لها الماس باسم بلا ذهب جيب لها انت وسلامتي بس مسح اجريك وفايت بس